موضوع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ما جاء اليوم في التصريح هو نتاج حوارات، والحمد لله اليوم هنالك خيار وأفق يتجه أولا إلى وضع آلية لبلورة إصلاح عميق وشمولي لمنظومة التكوين والتدريب الطبي عبر اللجنة، تقوم بالحوار اللازم بين مختلف مكونات هذه المنظومة. هذا المسألة الأولى التي لم يتيسر تحققها في السابق. المسألة الثانية، هنالك إجراء نوعي من شأنه أن يوفر شروط لتمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم، فهم أبناؤنا والهدف ديالنا أن تتيسر شروط النجاح ديالهم، ولهذا اتخذ قرار ثاني أيضا مهم ويتعلق ببرمجة يعني حصص للاستدراك طيلة هذه الأشهر المتبقية قبل تنظيم الامتحانات في شهر شتنبر المقبل، وهو أمر أيضا جد هام، لأنه بالنسبة إلينا الهدف هو أن نمكن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من أن يجازوا امتحانات الدورة الاستدراكية في شتنبر المقبل في ظروف حسنة. ولهذا كان من اللازم أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك فترة زمنية حصل فيها توقف، ولهذا مجالس الكليات إن شاء الله ستقوم ببرمجة وتنظيم دروس استدراكية وأشغال تطبيقية وتوجيهية لفائدة طلبة كلية الطب. هذه الإجراءين اللي تم الإعلان عليهم اليوم إن شاء الله من شأنهم أن تمكننا، أو من شأن هذين الإجراءين أن يمكن الجميع من إيجاد حلول لجميع الإشكالات المطروحة من طرف مختلف المتدخلين. وشكرا.